أحسن الله إليكم أبو أحمد. يقول في صحة معنى حديث أنا وابن آدم في نبأ عجيب، أخلق ويعبد غيري إلى آخر الحديث. نعم، هذا كلام الله جل وعلا، روي عنه جل وعلا: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويشكر سواي، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إليه منازل وشرهم إلي صاعد. هذا واقع من بني آدم في حق ربهم، إلا من رحم الله عز وجل. نعم.